أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يقال له حد ولا نهاية ولا انقطاع ولا غاية، ولا أن الأشياء تحويه فتقله أو تهويه، أو أن شيئا يحمله فيميله أو يعدله، ولا يقال كان بعد أن لم يكن فتجري عليه الصفات المحدثات، ولا يكون بينها وبينه فصل ولا له عليها فضل، فيستوي الصانع والمصنوع ويتكافأ المبتدع والبديع. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام في الأسطورة 31. رأى ربه مرتين صبر الرب الأرضية، صبر الرب الأرضية والسماوية. قلنا كان الكلام في خطوات، وكان في مقتبسات من كلام ابن تيمية من كتاب بيان تلبيس الجهمية الجزء السابع، وكان الكلام قلنا في خطوات. الخطوة الأولى قلنا في نفس المورد السابق والتي كان في الأسطورة السابقة تحت عنوان أبلغ ما يقال، ففرع تيمية الكلام على ما ورد عن ابن عباس من أخبار تتضمن نوره لا يدركه شيء، رأى ربه مرتين، تتضمن تفسير أو تأويل أو إشارات إلى آيات في سورة النجم، ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى. وقلنا في الخطوة الثانية أن ابن تيمية حاول عبثا إكمال نظريته التجسيمية الأسطورية الخرافية، فانتهج منهج الجهمية والتجأ إلى التأويلات الفاسدة الفارغة الواهية، وأتى بفتوحات أسطورية جديدة، فزعم أن الرائي أنه رأى أحد جوانب ربه أو رأى جزءا من ربه وليس كل الرب، وأعطى مثال بأنه من يرى، طبعا مثال هو أتى بالمثال وأتى بالرواية بالمباشر، أو نقل القول أو الرواية أو المثال عن أحد أئمته أو عن أحد الأشخاص أو عن أحد الأعلام، ولم يعقب عليه، وإنما أتى به في مقام الشاهد في مقام الاحتجاج على الآخرين، ولم يعقب على هذا ولم ينكر هذا ولم يحتج على هذا، إذن هو يقر بما أتى به. إذن قال وأشار بهذا الفتح إلى أنه قد رأى جزء من الله، رأى جزءا من الله وجهة من الله وجانبا من الله، كما أن الإنسان يقول رأيت السماء وهو في الحقيقة لم يرى كل السماء، لم يدرك كل السماء، وإنما رأى وأدرك جانبا من السماء، جزءا من السماء، وجها من السماء. وأيضا زعم أن رؤية الفؤاد هي رؤية عين، كما زعم بأن رؤية المنام هي رؤية عين، وأتى بأمثلة وشواهد تخالف ما يقول، فقال بأن رؤية النوم رؤية عين، وهنا أيضا يقول رؤية الفؤاد هي رؤية عين بالنسبة للأنبياء، فعندما يقول رأيت بفؤادي يعني رأيت بعيني. وأيضا أتى بفتح آخر جديد، فزعم بأن الصور، صور الرب تقسم وتصنف إلى صنفين، صنف نور ونورانية وصنف آخر غير النور والنورانية. فإذا أتى الرب يرتدي الملابس، اللباس النوراني، كان بصورة النوراني والنورانيات، فهو لا يرى، لا يمكن أن يرى في الدنيا، لا يمكن أن يرى يقينا، في الآخرة حسب مباني ابن تيمية يمكن أن يرى حتى بهذه الصور. أما إذا أتى الرب مرتديا اللباس غير النوراني، تلبس وتجلى بالصور غير النورانية، فإنه يرى. يعني هذه القضية تشبه قضية الجن، من يدعي، من يتعامل مع الجن يقول يوجد قبعة اختفاء، فعندما ترتدي قبعة الاختفاء لا يراك أحدا، وعندما تكون بدون قبعة الاختفاء فيراك الناس. فلا نعلم هل هذه ترجع إلى تلك أو تلك ترجع إلى هذه، هذه تفسيرها عند تيمية وأتباع تيمية. وأيضا أشرنا في الخطوة السادسة بأن ابن تيمية ليس عنده أي مشكلة في رؤية الآخرة، في رؤية العين في الآخرة،
وما هي مشكلتك مع الرؤيا في الدنيا؟ هل عندك مشكلة حقيقية؟ هل عندك محظور حقيقي؟ هل عندك استحالة حقيقية؟ ليس عنده هذا الشيء. هل عندك دليل حقيقي؟ ليس عنده هذا. نراه كما هو المنهج الالتقاطي والتشويش والتشويه عنده في مقام يدافع إلى مستوى الاستقتال والقتل والتقتيل وسفك الدماء من أجل أن يأتي بأبلغ ما يقال عن رؤية العين، وفي مقام آخر عندما يجد نفسه محصورا ليس عنده جواب يلعن الرؤية ومن يقول بالرؤية ومن يقول بأبلغ ما يقال عن رؤية العين. لا يوجد دين، لا يوجد علم، لا يوجد أخلاق، لا يوجد مهنية، حسب هوى النفس وحسب الثأر النفسي وحسب الأنا. ودخلنا في الخطوة السابعة ولا زال الكلام في الأسطورة 31، رأى ربه مرتين صور الرب الأرضية والسماوية. في الخطوة السابعة قلت لي نكمل قراءة ما قاله ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية جزء سابع بين الصفحتين 294 إلى 308. قال ابن تيمية: فأبلغ ما يقال لمن يثبت رؤية العين الآن يقول: وعلى هذا فيكون خبر أكرم عن ابن عباس ونحوه رؤية عين، يكون خبر أكرمة ونحو خبر أكرمة رؤية عين، كما يذهب إلى ذلك طوائف من أهل الحديث. إذن هنا عنده خبر ونحو هذا الخبر وأكثر من خبر تدل على رؤية العين، ولا يذهب إلى هذا طائفة من أهل الحديث وإنما طوائف من أهل الحديث. هنا يوجد مقتبسات قلنا من تلبيس الجهمية بين الصفحتين المذكورة قبل قليل. أقول المقتبسات: أليف، ومع هذا فقد روي، طبعا قال ابن تيمية بالتأكيد، ومع هذا فقد روي بهذا الإسناد بعينه عن أكرمة ما يبين أن رؤية الآخرة على وجه آخر، وقال في هذه الرواية، لاحظ إذن عنده رؤية الدنيا تختلف عن رؤية الآخرة، عين الدنيا تختلف عن عين الآخرة، ذاك نوره الذي هو نوره إذا تجلى بنوره لم يدركه شيء. يعني الآن أتى في ذهني قضية النور والرؤية في الدنيا والرؤية في الآخرة، وأتى في ذهني كيف أن ابن تيمية هو إمام الجهمية لكن للتدليس يحاول إخفاء هذا، وللحاجة وللأنا وللسمعة وللواجهة وللمغالطة يحكي في مقامات خلاف ما يعتقد. أنا أسأل التيمية، ما دام الحديث عن البصر وعن النظر وعن الرؤية، فبصرك اليوم حديد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الآن فقط للتيمية سؤال: هذا الحديد من أي نوع من أنواع الحديد؟ هل الحديد قابل للصدى أم غير قابل للصدى؟ هل مطلي بطلاء ضد الصدى أم ليس بمطلي؟ هل يستعمل للبناء؟ هل يستعمل للتسقيف هياكل كما يسمى بالمسقفات والجملونات أو لا يستعمل؟ هل يمكن أن نبني وننشئ مصانع في عيون هؤلاء الذين صارت أبصارهم حديد؟ أم سيلتجئ التيمية وسيكونون أئمة الجهمية فيؤولون هذا؟ باء: وروى عن أكرمة في قوله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، في سورة القيامة قال: مسرورة فرحة إلى ربها ناظرة. قال أكرمة: انظر ماذا أعطى الله عبده من النور في عينيه، أن لو جعل الله جميع من خلق الله من الإنس والجن والدواب والطير وكل شيء من خلق الله، فجعل نور أعينهم في عين عبد من عباده، ثم كشف عن الشمس سترا واحدا ودونها 70 سترا ما قدر أن ينظر إلى الشمس، والشمس جزء من 70 جزءا من نور الكرسي، والكرسي جزء من 70 جزءا من نور العرش، والعرض جزء من 70 جزءا من نور الستر، فانظر ماذا أعطى الله تعالى عبده من النور في عينيه وقت النظر إلى وجه ربه الكريم عيانان. أقول هنا: قف يا تيمية، وقفوا يا أتباع التيمية، وبدون أي تأويل كما في البصر الحديد، فبدون أي تأويل وبكل صراحة نقول لشيخ تيمية: لقد أطحت
بحظ البصريات وعلماء البصريات والفيزياء وعلماء الفيزياء. وإذا تريد بالعراق أيضا نقول طيحت حظهم وحظ الخلفوهم. فحتى طلبة الابتدائية يعرفون أن رؤية الأشياء تحصل عندما يكون الجسم المرئي، التفت جيدا أنا قلت بدون تأويل، مع التأويل فأنتم جهمية وانتهى الأمر، فأنتم تستحقون القتل قبل كل أصناف الجهمية، قبل الصوفية وقبل الشيعة والرافضة والمعتزلة والأشاعرة والأباضية وغير هؤلاء، قلنا بدون تأويل. أقول فحتى طلبة الابتدائية يعرفون أن رؤية الأشياء تحصل عندما يكون الجسم المرئي منيرا، فتصدر أشعة الضوء من الجسم المرئي وتسقط على العين فتحللها العين فتحصل الرؤية بإذن الله تعالى، وليس كما تتصور يا تيمية فبنيت كلامك على أساسه واهما أن الرؤية تحصل بسبب صدور أشعة ضوء من العين فتسقط على الجسم فتحصل الرؤية. فماذا عندكم من جواب ومغالطات وحشو كلام في المقام؟ لا شيء إلا بأن تدخلوا في الإسلام من جديد وتنضموا إلى أهل التنزيه الموحدين من المعتزلة والأشاعرة والشيعة وغيرهم، وستكونون مؤولة جهمية أصليين أيضا كما هو معروف في العراق خط ونخلة وفسفارة جيم. لكن أيضا كلام لابن تيمية، لكن قال الحافظ ابن منده ما رواه الإمام أبو بكر في كتاب السنة عن سماك عن إكرمة عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه عز وجل، فقال له رجل أليس قد قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ فقال له أكرمة أليس ترى السماء؟ قال بلى. قال أفكلها ترى؟ يعني يريد أن يقول له أنت ترى السماء؟ قال نعم أرى السماء، وتقول أنا أرى السماء، لكن هل أنت ترى كل السماء؟ بالتأكيد الجواب لا، ليس كل السماء. يقول فإنك ترى جزءا من السماء، قسما من السماء، جهة من السماء، وجها من السماء، ومع هذا تقول أرى السماء. بمعنى أنه يقول بأن الرؤية المتحققة لا تعني أنه رأى كل الرب، وإنما رأى جزءا من الرب، جهة من الرب، جانبا من الرب. يقول ابن تيمية وهذا مروي من وجوه أخرى، لاحظ ويقال لا يقول بالجسمية، لا يقول بالتشبيه، لا يقول بالتجزئة، لا يقول بالتركيب، إنه مجسم أصلي. لاحظ يؤكد كلام ابن منده، يقول وهذا مروي من وجوه أخرى. لاحظ أتى بكلام ابن منده وأكده، طبعا لم يعترض عليه فأتى به أكده، الاتيان به والاحتجاج به فهو تأكيد له، وبعد هذا قال هذا مروي من وجوه أخرى، هذا تأكيد آخر. إضافة لهذا يقول فلهذا ترجم أبو بكر بن أبي عاصم باب ما ذكره في رؤيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه. ماذا قال أبو بكر بن أبي عاصم الذي استشهد به الآن ابن تيمية؟ يقول أتى بعدة موارد تشير إلى رؤيا الرب، نذكر ماذا قال. يقول قال فروى حديث شعبة عن قتادة عن عكرمة عن أنس أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قد رأى ربه تبارك وتعالى، وروى حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس هذا أيضا نفس الحديث رأى ربه، وروى أنا أعطيت تسلسلات أولا وثانيا وثالثا، وروى حديث عاصم عن الشعبي وعكرمة عن ابن عباس قال رأى محمد ربه صلى الله على محمد وعلى محمد، وروى حديث عكرمة عن ابن عباس أن محمدا أن الله اصطفى إبراهيم عليه السلام بالخلة أو بالخلة، اصطفى إبراهيم عليه السلام بالخلة، واصطفى موسى عليه السلام بالكلام، واصطفى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالرؤية، وروى حديث الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس الذي فيه ذلك إذا تجلى بنوره، واختصره. والكلام لا زال لابن تيمية ينقل عن أبي بكر بن أبي عاصم. وسادسا قال وروى من حديث عن جابر بن زيد عن عطاء
بن أبي رباح عن عكرمة عن ابن عباس في قوله ثم دنا فتدلى، قال هو محمد صلى الله على محمد وآل محمد، دنا فتدلى إلى ربه عز وجل. وروى حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة. ثامنا يقول وروى حديث هشام الدستوائي عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر، هذا عبد الله يقول عبد الله بن شقيق يقول قلت لأبي ذر لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سألته عن شيء، أمي يتمنى هذا يأمل هذا كان يتمنى أن يسأل عن شيء، يقول لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن شيء، قال أبو ذر عن أي شيء كنت تسأله قال عبد الله بن شقيق كنت أسأله هل رأيت ربك، فقال أبو ذر سألته، أي يقول أنا سألته، فقال أبو ذر سألته فقال صلى الله عليه وآله وسلم نور أني أراه. هذا هو الموجود في النسخة لكتاب بيان تلبيس الجهمية، نور أني أراه. طبعا نور أني أراه تدل على الرؤيا، هذا بخلاف ما ذكره قبل قليل عن ابن عباس الذي أيضا فيه ذلك إذا تجلى بنوره، ذلك إذا تجلى بنوره يعني لا يراه إذا تجلى بنوره، هنا يقول نور أني أراه. أقول لكن الأرجح بل المتعين والمتعين في الروايات ليس أني أراه، بل هو لإنكار الرؤيا لاستحالة الرؤيا فقال نور أنا أراه، كيف أراه لا أراه لا يمكن أن أراه، فقال سألته فقال صلى الله عليه وآله وسلم نور أنا أراه. وطبعا بخلاف أئمة التوحيد الأسطوري يذكرون أنا أراه، جماعة التوحيد الأسطوري كما ابن تيمية هنا وكما هو أبو بكر الذي يروي عنه أتى بعنوان أني أراه، وإذا أتوا بأنا أراه سيفصل بين رؤية الدنيا ورؤية الآخرة. يكمل ابن تيمية عن أبي بكر يقول وحديث هشام عن قتادة عن أكرمة عن ابن عباس أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤيا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. عاشرا أي الكلام لا زال لابن تيمية يقول ثم ذكر، أي أبو بكر بن أبي عاصم ذكره، ثم إنه أي أبا بكر ذكر رؤية الله في الآخرة، ثم ذكر رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. إذن عندي الآن ابن تيمية يريد أن يستدل على كلام أو على ما ذكره أبو بكر، ثم إنه أي أبا بكر أي إن أبا بكر بن أبي عاصم ثم إنه ذكر رؤية الله في الآخرة ثم ذكر رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. التفت جيدا، يعني أتى بموارد ذكرت فيها الرؤيا، ذكر أبو بكر بن أبي عاصم ذكر الرؤيا فيها، فيعقب ابن تيمية يقول وهو أيضا ذكر رؤية الله، ذكر رؤية الله في الآخرة وذكر رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المنام. إذن رؤيا في المنام ورؤيا في الآخرة، ماذا بقي؟ بقية الرؤيا عند اليقظة في اليقظة. يقول ثم إنه ذكر رؤية الله في الآخرة ثم ذكر رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المنام، فعلم أن أحاديث ابن عباس عنده في اليقظة، لكن لم يقل بعينيه، لم يذكر بعينيه، لكن هو أتى الدليل قال لأنه ذكر رؤية الله في الآخرة وذكر الرؤية في المنام، فماذا بقي؟ بقي الرؤية في اليقظة، لكنه لم يذكر لفظ العين وبعينيه. يقول فاحتجاج المحتج بهذه الآية، أي بآية لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يقول فاحتجاج المحتج بهذه الآية وجوابه بقوله ألست ترى السماء، قال بلى، قال فكلها تراها، دليل على، يقول هذا الاحتجاج احتجاج المحتج والجواب على احتجاج المحتج دليل على أنه أثبت رؤية العين، دليل على أنه أثبت رؤية العين. هذا كله تحت عنوان أبلغ ما يقال، هذا يضاف إلى ما ذكره من أدلة
أبلغ ما يقال، ما ذكره من وجوه هناك من أدلة من براهين، هذه تضاف، هذا تأكيد على رؤية العين. انتهى الكلام في جيم. بعد هذا يأتي دال، وقد يقال، هذه كلها قلنا مقتبسة من كلام ابن تيمية. دال يقول ابن تيمية: وقد يقال بل أثبت رؤية القلب، وقد يقال بل أثبت رؤية القلب ورؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقلبه كرؤية العين، كما تقدم ذكر هذا. لاحظ، رؤية القلب، رؤية الفؤاد كرؤية العين. يقول: كما تقدم ذكر هذا من كلام الإمام أحمد وغيره، فلم يكن كلام ابن عباس مختلفا، وتكون هي رؤية يقظة بقلبه. التفت جيدا، عندما يأتي التيمية على رأي للتدليس لصالحهم، عندما يأتي قد يقال يقولون هذا رأي ابن تيمية، لا يقولون قد يقال هو للتقليل. وإذا إذا كان الكلام يخالف أهواءهم ويخالف نفوسهم المريضة ويخالف مغالطاتهم، يقولون قال قد يقال فهذا تضعيف، إذن لا يتبنى هذا. وأخرى يقول أنه حتى لو لم يأتي بهذه العبارة أو التقليل يقولون ينقل رأي الغير، ومرة أخرى يقولون هو في مقام الرد على الآخرين ولا يتبنى هذا الرأي، وهكذا حسب ما يشتهون. المهم هنا حتى نتعلم أيضا طريقة الاستدلال، بأنه يقول بمعنى أنه نفى، تحدث عن رؤية الآخرة وتحدث عن الرؤية في المنام، فمقابل هذا يقول بقية رؤية اليقظة، لكن رؤية اليقظة فيها حصتان، رؤية عين في اليقظة ورؤية فؤاد في اليقظة، فاحتمال هنا يريد رؤية فؤاد، رؤية قلب في اليقظة، ورؤية القلب هي رؤية عين بالنسبة للأنبياء. الآن أيضا عندنا تعليق هنا على كلام ابن تيمية. الآن نحن قبل قليل قلنا ما هو المقصود، قلنا يوجد حصة من الرؤية في الآخرة، حصة من الرؤية في النوم، وبقيت عندنا حصة من الرؤية وهي رؤية اليقظة، فيها قسمان، فيها صنفان، رؤية عين في اليقظة ورؤية قلب في اليقظة. والآن تقول هو يقصد رؤية القلب، رؤية الفؤاد في اليقظة، ولا يقصد رؤية العين في اليقظة، يقصد فقط هذه الحصة. أو نحن نضيف نقول على أقل تقدير، كما تقول أنها تدل على رؤية العين في اليقظة، أيضا هي ممكن أن تدل على رؤية القلب في اليقظة، رؤية الفؤاد في اليقظة، فلا ترجح لهذه الحصة على هذه الحصة، هنا تحتاج إلى تمسك بالإطلاق بالعام حسب قوانين اللغة والعرف التي لا يفقه بها ولا يفهم منها شيئا ولا يطبق منها شيئا ابن تيمية، حسب طبعا حسب ما يشتهي وحسب الموارد. والكلام أين هنا؟ أقول إذا كان عندنا حصتان، قسمان لرؤية اليقظة كما بينا، فلا يوجد إشكال هنا فيما قيل. لكن الآن نقول ما هو الداعي من أتيان ابن تيمية بهذه المقدمة، وهو أنه رؤية القلب هي رؤية العين، رؤية الفؤاد هي رؤية العين. لماذا أتى بهذه؟ وبمعنى أنه أتى بدليل يدل على خلاف ما يريد، ليس فقط لا يدل على ما يريد، وإنما يدل على خلاف ما يريد. الآن أنت عندما تأتي بمقدمة تقول رؤية القلب هي رؤية عين، فإذا رأى بفؤاده يعني رأى بعينه، رأى بقلبه يعني رأى بعينه، إذن لتكن حصتان، لتكن 100 حصة، ما دام كل الحصص ترجع على رؤية العين، إذن ما هي الفائدة من التقسيم، وما هي الفائدة من هذا الكلام؟ وتقول هي رؤية فؤاد، وأنت في نفس الوقت تأتي بمقدمة تقول رؤية الفؤاد هي رؤية عين، إذن هي رؤية عين ترجع على رؤية العين. يا فهيم يا ابن تيمية، يعني كان المفروض أن لا يأتي بهذه المقدمة، رؤية القلب هي رؤية عين بالنسبة للأنبياء، المفروض لا يأتي بها في هذا المقتبس من الكلام، لأنها تدل على خلاف ما يريد وعلى خلاف القيل والقول، لأنه يريد أن يثبت أن هذه حصة تخص رؤية فؤاد في اليقظة، فلا تدل على رؤية عين في اليقظة. لكن عندما توحد بين رؤية العين ورؤية الفؤاد، إذن رجعت إلى أنها رؤية عين، لا تكون هذه في مقابل تلك. يكمل يقول: وروى ابن خزيمة والطبراني وغيرهما حديث إسرائيل عن سماك عن إكرمة عن ابن عباس في قوله: ما كذب الفؤاد ما رأى، قال رآه
بقلبه. ونحن نقول لابن تيمية ولمن يسير على نفس استدلال ابن تيمية، نقول له الاتيان في بداية الكلام، وقد يقال بل أثبت رؤية القلب رؤية النبي بقلبه كرؤية العين، نقول هذا يدل على أنها ترجع إلى رؤية العين. حتى لو أتيت بهذا الشاهد ما كذب الفؤاد ما رأى، قال رآه بقلبه يعني أنه رآه بعينه، لأنك قلت بأن رؤية القلب هي رؤية عين بالنسبة للأنبياء. فما يجري من كلام ومن شروط ومن قوانين ومن ضوابط عن رؤية العين يجري على رؤية القلب والفؤاد، لأنك تقول رؤية العين رؤية القلب رؤية الفؤاد هي رؤية عين بالنسبة للأنبياء. ها يبين ذلك، يقول ابن تيمية يبين ذلك ما رواه الترمذي في جامعه في تفسير سورة والنجم عن الشعبي قال: لقي ابن عباس كعبا فعرفه فسأله عن شيء فكبر حتى جاوبته الجبال، فكبر حتى جاوبته الجبال. فقال ابن عباس: كيف جاوبت الجبال؟ لو قلنا هذا الشيء قلنا بإجابة الجبال وبجواب الجبال وبإجابة الحجر أو الشجر أو غصن شجرة، قلنا أو سمكة أو حيوان أو بهيمة. تحدث مع علي سلام الله عليه، مع أحد أهمة أهل البيت عليه الصلاة والسلام، تحدث مع إمام من أئمة الصوفية، مع إمام من أئمة الأشاعرة أو المعتزلة، ماذا سيفعل التيمية بنا؟ ستقطع الرؤوس أو لا تقطع؟ تقطع بعنوان كاهن ووثني وساحر ومرتد وزنديق وغيرها من الافتراءات وعناوين. وهنا لمن؟ لكعب، ليس لي أحد أئمة أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس لأحد أئمة الصوفية المعتزلة الأشاعرة من المنزهين من الموحدين المنزهين، لا، وإنما لكعب. وليس المجيب جبلا واحدا وإنما الجبال. يعني هنا أيضا ابن تيمية صار يشتغل بالجيولوجيا بعلم الجغرافيا بعلم الأرض، وقرأ وعنده أجهزة حديثة في تلك الفترة، ورصد بهذا الرصد وهذه الأجهزة أرقى من أجهزة رصد الزلازل وما يحصل الآن وما يستعان به من أقمار صناعية وغيرها من وسائل لكشف الحركات والترددات والسلوك لكل جزء من أجزاء الأرض. الظاهر تقدم ابن تيمية بخطوات على هؤلاء، فرصد كل الجبال ورصد إجابة الجبال، فأجرى بحثا دقيقا شاملا، فأتى بإحصائية تامة عن الجبال التي جاوبت وأجابت وتفاعلت مع كعب الأحبار. فكبرت حتى جاوبته الجبال. فقال ابن عباس: إن بني هاشم نزعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه. فقال كعب: إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد صلى الله على محمد وعلى محمد بين محمد وموسى، فكلم موسى مرتين ورآه محمد صلى الله عليه وآله وسلم مرتين. واو، لازلنا في مقتبسات من ابن تيمية، من كلام ابن تيمية. واو، قال أبو عيسى: ثم روى الترمذي عن أكرم عن ابن عباس قال: رأى محمد صلى الله على محمد وعلى محمد ربه. قلت: أليس الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ قال: ويحك، ذاك نوره إذا تجلى بنوره الذي هو نوره. وقد رأى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ربه مرتين. زاي، قلت أي ابن تيمية: وقد روى أبو بكر بن أبي عاصم هذا الحديث في كتاب السنة عن هذا الشيخ كما رواه الترمذي عنه إلى آخره. قال: وقد رأى محمد ربه مرتين. قال شيخ التيمية:
والحديث معروف بطوله، والمقصود هنا أن قول ابن عباس رآه مرتين أجاب فيه بقوله: ذاك نوره الذي هو نوره إذا تجلى بنوره لم يدركه شيء، لما سئل عن قوله تعالى: لا تدركه الأبصار. وهذا يقتضي أن المرتين رؤية عين. الآن كلام مع أي شيء؟ مع هذه الرواية، التفت جيدا، مع رأى ربه مرتين، مع ذاك نوره الذي هو نوره، مع هذه الرواية عن ابن عباس، الكلام ليس مع باقي الروايات. يقول: وهذا يقتضي أن المرتين رؤية عين، مع أنه قد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم رأى بفؤاده مرتين. لاحظ، عنده هنا مرتان وعنده هنا مرتان، هذه مرتان وهذه مرتان، فقال يوجد إذن اشتراك. إذن هذه رواية واحدة، يعني من أسوأ وأتفه الاستحسانات، من أتفه الجمع بين الروايات. ويتحدث عن أبي حنيفة سلام الله على أبي حنيفة، وعن قياسات أبي حنيفة سلام الله على أبي حنيفة. أين أنت يا تيمية يا ثرى؟ وأين أبو حنيفة الثريا؟ هنا عنده مرتان وهنا عنده مرتان، قال هذه ترجع إلى هذه. رأى بعينه مرتين ورأى بفؤاده مرتين، لماذا لا يكون رأى أربع مرات؟ أين المشكلة؟ أين المحظور؟ حتى تلتجئ إلى الجمع يا تيمية، إلى التأويل وإلى الجمع. وهل يوجد تأويل وأفحش تأويل وأسوأ تأويل عندما يقول رؤيا الفؤاد هي رؤيا عين؟ هل يوجد تأويل غلط أكثر من هذا التأويل؟ التفت جيدا. لذلك هو وقع في الفخ عندما أتى هناك بهذه المقدمة، قال رؤيا القلب هي رؤيا عين، أراد أن ينسب هذه المقدمة لدليل شرعي، لا يريد أن ينسب هذا إلى التأويل القبيح الذي صدر منه وهو إمام الجهمية في هذا التأويل. كلام واضح. رأى بفؤاده يقول يعني رأى بعينه. أين أنت؟ أين هذا التأويل وأين تأويلات الرازي؟ أين هذا التأويل وأين تأويلات المنزهة؟ يا فراغ فكري، يا ناصبي، يا مبغض لأهل بيت النبي، يا مكفر، يا سافك للدماء. يقول: وهذا يقتضي أن المرتين رؤية عين، مع أنه قد ثبت في الصحيح عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم رآه بفؤاده مرتين. ذكره أيضا في تفسير الآية، وهذا يقوي أن تكون رؤية الفؤاد عنده رؤية العين للأنبياء خصوصا لا لغيرهم. وحين عرض بهذه الآية أجاب عنها وعلى هذا، فتتفق أقوال ابن عباس وهو أشبه. أيضا سجلت إضافة لما قلته قبل قليل، أقول: أي الجمع بين رآه بعينه مرتين ورآه بفؤاده مرتين ينتج أن لا فرق بينهما، لأن رؤيا الفؤاد هي رؤيا عين عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الواضح أن هذا من أسوأ وأتفه وأسفه التأويل، عندما يجعل الفؤاد والقلب عينا، من أسوأ التأويل هذا. ومن الواضح أن هذا من أسوأ وأتفه وأسفه التأويل، عندما يجعل الفؤاد والقلب عينا. وأيضا ومن الواضح أن نظرة ابن تيمية قاصرة جدا عن فهم المعاني، فمجرد ما وجد اشتراك بلفظ مرتين قال بوجود تعارض، فتبرع بالجمع بينهما باستحسان وهمي لا أساس له أبدا. فمن الواضح أنه لا مانع أبدا من في أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد رآه بفؤاده مرتين وقد رآه بعينه مرتين، فيكون قد رأى أربع مرات. هذا طبعا لو تنزلنا معهم بصحة الرواية وصحة الرؤية، فأين المحذور في هذا إذا كان قد رأى أربع مرات؟ وعلى كل حال، فإن الشيخ تيمية حتى رؤية الفؤاد أرجعها إلى رؤية العين، فهو يصر ويؤكد جدا جدا على رؤية العين، فصار عند ابن تيمية أخبار رؤية العين تدل على رؤية
العين إضافة إلى أخبار رؤية الفؤاد أيضا تدل على رؤية العين. هذه مقتبسات، انتهت المقتبسات في الخطوة السابعة. قلنا من صفحة 294 إلى صفحة 380 من بيان تلبيس الجهمية جزء سابع. خطوة ثامنة، أقول مرة علينا أن ما ذكره تيمية في بيان تلبيس الجهمية جزء سابع تحت عنوان أبلغ ما يقال كان في صفحة 288، وبالرغم من أهمية ما قاله تحت هذا العنوان لتضمنه المحاور الرئيسة في البحث حول الصورة، ويتضمنه لأول مرة أو المرة الوحيدة أو إحدى المرات النادرة جدا التي يطرح فيها ابن تيمية كلاما ظاهره برهان على شكل قياس منطقي يركز على المطلب بعيدا عن العشوائية والمغالطات واللغو وحشو الكلام، أقول مع كل ذلك فإن مؤسسة التدليس الفكري الداعشي حاولت جاهدة طمس الواقع والتدليس وخداع الجهال والتغيير بهم. وبالغافلين فإنهم لم يذكروا في فهرس الكتاب ما يشير إلى عنوان أو معنى أبلغ ما يقال، بل جعلوه ضمن عنوان عام لا يدل عليه أصلا. أعطوا عنوان مناقشة الأقوال في الرؤيا، ويقع ضمن صفحات كثيرة تبدأ بصفحة 250 وتنتهي بصفحة 317، مع ملاحظة أن ما بعدها من عناوين في الفهرس إلى صفحة 322 تدخل ضمن عنوان مناقشة الأقوال في الرؤية. التفت جيدا، من صفحة 250 إلى صفحة 317 عنوان مناقشة الأقوال في الرؤية، ومن صفحة 317 إلى 322 أيضا هي تدخل ضمن مناقشة الأقوال في الرؤية. لكن مع هذا هو لتلك الصفحات الكثيرة من 250 إلى 317 جعلها تحت عنوان مناقشة الأقوال في الرؤية، وهذه الصفحات القليلة من 250 إلى 317 وهذه الصفحات القليلة من 317 إلى 322 جعل لها عدة عناوين، لكنه جعل لها عناوين خاصة بها، وجعل لكل صفحة أو صفحتين عنوان خاص بها، بينما عنوان مناقشة الأقوال في الرؤيا يشمل 67 صفحة، بينما التي بعدها وهي تابعة لها جعل في صفحة 317 عنوان، أعطاه عنوان الرواية بزيادة ليلة أسرية بي، الرواية بزيادة ليلة أسرية بي كذب أو كذب موضوعة ومن أبطل الباطل، هذا هو عنوانها، عنوان طويل، عنوان الرواية بزيادة ليلة أسرية بي كذب وكذب موضوعة ومن أبطل الباطل. بعد هذا بصفحة ونصف، ليس أكثر من صفحتين، وثم في صفحة 319 جعل عنوانا مستقلا لنفس الرواية، فجعل العنوان إبطال المؤلف لهذه الرواية من جهة المعنى. ثم بعد صفحتين وأزيد قليلا في صفحة 322 جعل عنوانا مستقلا رواية أخرى منكرة. ومن خلال اطلاعي واستقرائي الكبير نسبيا استطيع التنبيه إلى أن التيمية وعلى نهج شيخهم انفعلوا مثل ما فعلوا مع أبلغ ما يقال، بمعنى وجدتم في الفهرس صفحات كثيرة تحت عنوان واحد بينما باقي عناوين الفهرس متوزعة بصورة متوازنة نسبيا على الصفحات، فتيقنوا أو رجحوا أنه يوجد تدليس في القضية، وأن شيئا يراد إخفاؤه وتضييعه على القارئ والتغيير به وبالمتلقين، والتغيير به والتغيير بالمتلقين. ولو لم نطلع على أبلغ ما يقال ولم ندخل في نقاشه وكشف حقيقته لكان تدليسهم كافيا في إثبات أن الكلام تحت ذاك العنوان يدينهم ويكشف بطلان ما يتمسكون به وما يصرحون به، وإلا لما خافوا من إبرازه ولو بإعطائه عنوانا مستقلا. لكن التدليس دينهم
وعقيدتهم وأخلاقهم، ونسأل الله الهداية لهم ولنا جميعا. لا نكفر ولا نرتب على التكفير إباحة الدماء والأعراض والأموال. وأيضا أقول لا مشكلة لنا مع تدليسهم، ومن شاء التصديق بهم ومن شاء التصديق بهم وتقليدهم في معتقدهم فلا مشكلة لنا معه ومعهم، ونحترم اختياره واختيارهم. لكن لماذا أنتم يا تيمية لا تتصرفون بعقل وأخلاق الإسلام ورسول الإسلام وأهل بيته وأصحابه صلى الله عليه وعليهم، فتحترمون الآخرين وتحترمون اختياراتهم ومعتقداتهم كما كان الحال العام والسلوك والنهج العام في صدر الإسلام؟ ولماذا تبحثون عن أخطاء ومواقف شاذة من هنا وهناك فتجعلونها هي الإسلام والمنهج والسلوك العام، فتخدعون أنفسكم وتشوهون صورة الإسلام ورسالته السمحاء ودعوته إلى مكارم الأخلاق، وتشوهون صورة الإسلام وتشوهون رسالة الإسلام السمحاء وتشوهون دعوته إلى مكارم الأخلاق. انتهى الكلام في هذه الأسطورة. ننتقل إلى الأسطورة 32. أسطورة 32 أو 32: أبطل باطل من أجهل جاهل قال تدحض في بولك. أنا أعتذر عن الكلمات لكن أنا أتيت بنص الكلمة، وأنا أكون مضطرا لطرح بعض العبارات بالنص حتى يكتشف المقابل أخلاقيات الآخرين. أبطل باطل من أجهل جاهل، نقاط فارزة كما تشاء، قال تدحض في بولك. أقول تحت هذه الأسطورة في أسطورة 32: لا نذهب بعيدا لكشف التدليس والتغرير بالجاهلين والأغبياء، فكان تدليس ابن تيمية في رؤية العين وتأكيده وأسراره عليه في أبلغ ما يقال كان تحت عنوان في الفهرس، كما قلنا مناقشة الأقوال في الرؤية، يبدأ في صفحة 250 وينتهي في 317، أي في أكثر من 65 صفحة. وإذا رجعنا خطوة واحدة فقط في الفهرس، هناك تقدمنا خطوة هنا نرجع خطوة، وإذا رجعنا خطوة واحدة فقط في الفهرس لوجدنا قبل صفحتين فقط عنوان أحاديث رأيت ربي إنما كانت في المنام، فتبدأ بصفحة 249 وتنتهي في 250، يعني أقل من صفحتين، بمعنى أنها صفحة واحدة أو لا تتجاوز الصفحتين، مع ملاحظة مقدار الصفحات كما أشرنا إليها سابقا، مع ملاحظة مقدار الكلمات في كل صفحة، السطور في كل صفحة. والآن نرجع خطوة واحدة فقط في الفهرس مرة أخرى، خطوة أخرى أيضا نرجع خطوة أخرى، والآن نرجع مرة أخرى خطوة واحدة فقط في الفهرس، فإننا نجد عنوان رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه في المنام، رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه في المنام، ويبدأ من 191 وينتهي في 249، وهذا يعني أنه أكثر من 58 صفحة. ماذا انقدح في أذهانكم؟ أكثر من 58 صفحة تحت عنوان رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه في المنام. ماذا تقولون هنا؟ ماذا انقدح في أذهانكم؟ تتذكرون أو نسيتم؟ أقول فما أخفى التيمية في هذه الصفحات يدل على ما فعلوا بها في الفهرس. أقول فماذا أخفى التيمية ضمن هذه الصفحات؟ ربما نصل معا إلى إجابة خلال بحث اليوم، والله المستعان وهو أرحم الراحمين. في بيان تلبيس الجهمية جزء 7 وما بين الصفحتين 191 و249 المعنونة في الفهرس بعنوان رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه في المنام، فإننا نقتبس مقاطع محصورة بين الصفحتين 238 و249، والكلام في مقاطع.
المقطع الأول. وقد تبين بما ذكرناه، ابن تيمية يقول وقد تبين بما ذكرناه أن الحديث الذي فيه أتاني ربي في أحسن صورة ووضع يده بين كتفي إنما كان في المنام بالمدينة ولم يكن ليلة المعراج كما يظنه كثير من الناس. لاحظوا عندما أبلغ ما يقال، عندما دخلنا في أبلغ ما يقال أشرنا إلى أنه قد أبطل حديث أتاني ربي في أحسن صورة ووضع يده بين كتفيه، فحديثه هناك لا يتحدث عن هذا الحديث ووضع يده بين كتفيه، لأنه قال هذا في المنام وكان في المدينة وانتهى أمره. إذن يتحدث عن الحديث الآخر الذي روي عن ابن عباس وأثبت أنه رؤيا عين. إذن هذا هو المقطع الأول. يقول وقد تبين لما ذكرناه أن الحديث الذي فيه أتاني ربي في أحسن صورة ووضع يده بين كتفي إنما كان في المنام بالمدينة ولم يكن ذلك ليلة المعراج كما يظنه كثير من الناس. ونحن رددنا عليه وأبطلنا ما قاله ابن تيمية كما مر علينا. يقول ومن الأحاديث أحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالها العلماء ورووها ولم يفسروها. يقول ومن الأحاديث أحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالها العلماء ورووها ولم يفسروها، ومن فسرها برأيه اتهموه. والكلام لا زال لابن تيمية. سئل وكيع عن حديث عبد الله بن عمرو الجنة مطوية معلقة بقرون الشمس، فقال وكيع هذا حديث مشهور فإن سألوا عن تفسيره لم يفسر لهم. لاحظ كيف يعطلون العقول. يقول هذا حديث مشهور فإن سألوا عن تفسيره لم يفسر لهم. اتفق جيدا. يقول ويتهم من ينكره. يقول هذا حديث صحيح والذي ينكره يتهم، يتهم بالزندقة، بالارتداد، بالرافضية، بالشيعة، بالمعتزلة، بالصوفية، بالأشعرية، بالصحوتية، بالمرتدين، بغيرها من عناوين. يقول فإن سألوا عن تفسيره لم يفسر لهم، ويتهم من ينكره وينازعه فيه، والجهمية تنكره. إذن الجهمية يتهمون. التفت، هو يتحدث مع شخص يعارض، شخص يختلف معه بالرأي وفي الرأي. إذن أتى بمنهج وكيع. يقول وكيع عندما يمر عليه الحديث الصحيح ولا يستطيع أن يفسر الحديث، يقول لا يفسر الحديث، يسكت أمام التفسير، علمه عند الله لا أعرف، هذا هو الذي أتانا ونتمسك به ونسكت ونعطل العقل. عندما نتحدث عن تعطيل العقل لا نتحدث عن عقل مقابل الشرع، نتحدث عن عقل يماشي الشرع ويثبت الشرع ويعمق الشرع ويثبت الشرع. نتحدث عن عقل يرجع إلى ما أنعم علينا الحكيم العاقل سيد العقلاء سبحانه وتعالى. إذن أتى بمنهجية وكيع حتى يحتج بها على المعارض. مقطع ثاني، المقطع الثاني. فلو اقتديت أيها المعارض في مثل هذه الأحاديث الصعبة المشكلة المعاني بوكيع كان أسلم لك من أن تنكره مرة ثم تثبته أخرى ثم تفسره تفسيرا لا ينقص في أثر ولا قياس، ثم فسرته تفسيرا أوحش من الأول، فقلت يحتمل أن يكون هذا الحديث، لاحظ عبارة عن، لا أعرف بالضبط توجيه العبارة، هل عند ابن تيمية الحديث الأول الذي يذكره هنا الأول التفسير الأول والثاني هو باطل، أو الأول هو الحديث والثاني هو تفسير للحديث، لكن في النتيجة هو يريد أن يرفض ما قاله المعارض وعلى أقل تقدير في الحصة الثانية. إذن فقلت يحتمل أن يكون هذا الحديث، ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت على ربي في جنة عدن شابا جعدا. فإذا كانت هنا هذه شابا جعدا ترجع إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، فطبعا هنا يعترض عليها ابن تيمية، لا يقبل بهذا التفسير. يعني إذا جعل هذا هو عبارة عن تفسير للحديث والشاب الجعد ترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له هذا مرفوض. هذا كتوجيه أول لهذا الحديث الأول الذي ذكره ابن تيمية، أو المعنى الأول الذي ذكره ابن تيمية.
وإذا كان ليس هذا المقصود وإنما أراد أن يأتي بالحديث هنا فأتى بالحديث بنص الحديث أو بمعنى الحديث، وهذا الشاب الجعد ترجع إلى الرب، فإذن هو أتى بالحديث هنا كنص، بعد هذا يتحدث عن تفسيره فيعترض على تفسير المعارض لهذا الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي وتفسير هذا الحديث بهذا المعنى، النبي صلى الله عليه وسلم رأى شابا في الجنة من أولياء الله وافاه رسوله في جنة عدن فقال دخلت على ربي، فيقول هذا التفسير باطل، أو قلنا الأول والثاني هذا باطل وهذا باطل، أو إذا الأول كان هو نص حديث فالتفسير وهذا الثاني هو باطل. يقول إذا قلت هذا أيها المعارض من يقول بهذا فقد ادعى المعارض على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفرا عظيما. إذن أنت كافر أيها الجهمي المؤول إذا تنكر رؤية النبي للرب رؤية عين فأنت كافر، مباح الدم والعرض والمال. فقد ادعى المعارض على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفرا عظيما، إنه دخل الجنة فرأى شابا من أولياء الله فقد قال رأيت ربي، هذا كفر، هذا التأويل هذا التفسير كفر، التنزيه لله والتقديس لله كفر عند التيمية. المقطع الثالث، ثم قال المعارض بعدما فسر هذه التفاسير المقلوبة، قال المعارض ويحتمل أن يكون هذا من الأحاديث التي وضعتها الزنادقة فدسوها في كتب المحدثين. ماذا تريد يا ابن تيمية؟ فسر وأول هنا، قلت أنت كافر لماذا تأول؟ يريد أن ينزه الله ويقدس الله، لكنك تقول له بأنك كافر وقد كفرت كفرا عظيما، هذا اتهام التيمية لمن يفسر وينزه ويقدس الباري سبحانه وتعالى. الآن ماذا يفعل ذاك الشخص؟ يقول أما نؤول حتى نقدس وننزه ننزه الله سبحانه وتعالى من الجسمية والتشبيه، أو نقول بأن هذا الحديث نرفض، هذا الحديث نقول هذا حتى لو أتى بكتب صحيحة فهو من وضع الزنادقة، وحركة الزندقة والتزوير والتزييف موجودة كما يفعل التيمية الآن. الآن أيضا أنتم توقعوا عندما يصدر كلام من هنا من هذا الشخص المتحدث معكم المذنب العاصي الجاني الحقير الذليل، وأيضا عندما يصدر من الآخرين ممن يتصدى للتوحيد الأسطوري وللتكفير التيمي، توقعوا أنهم في الطبعات الجديدة يتغير كثير من الأمور، يحصل الكثير من التدليس، وهكذا هم دائما مع الزمن دائما يدلسون بهذا الطريق، يكتبون بصورة جديدة ويمحون ما سبق ويدلسون في الجديد، ومع وجود الجهال ومع مرور الزمن يعني يسير هذا التدليس على الناس ويصعب التمييز، فليس عندهم مشكلة، هذه قضية قد تربوا عليها صارت جزءا من شخصياتهم من دمائهم من منهجهم من سلوكهم التيمي، كل من يدخل هذا الطريق يخرج مدلسا من الجانب الآخر، يقينا يخرج مدلسا على طول الزمان، ليس فقط في العصر الإسلامي، ارجعوا إلى ما قبل الإسلام، ارجعوا إلى ما قبل الإسلام ستجدون يوجد خط هاشمي، خط تقوى أخلاق نزاهة صلاح إصلاح، خط عام غيرة شرف كرامة، وهذا الخط هو الذي انضم إليه الكثير من البيوتات والأشخاص، ويوجد خط آخر ينافس خط الفساد والانحراف والانتهازية والسلطة والمنفعة والتزوير والتزييف، وهو الخط الأموي. التفت جيدا إلى هذه النقطة، الصحابة الأوائل ممن التحق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، الخطوة الأولى التي جعلت هؤلاء يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر، الصحابة الأوائل هم كانوا من الخط الأول، كانوا مع الخط الأخلاقي الذي يخالف الخط الأموي ما قبل الإسلام. أنا لا أتحدث الآن عن دين والتزام ديني، تحدث عن خط أخلاقي والقضية فيها نسبية. نقول
للتقريب، يعني تحالف على أساس الأشخاص أو بيوتات أو قبائل عشائر الصحابة الأوائل، كان تحالفهم مع خط بني هاشم، مع خط الأخلاق ما قبل الإسلام، في مقابل الخط الأموي الفاسد. إذن حركة التزييف والتزوير قديمة ليست حديثة، ما قبل الإسلام، فهذا هو نهج ثابت عندهم، فتوقعوا يحصل التغيير في ما يصدر من إصدارات جديدة. المقطع الثالث: ثم قال المعارض بعد ما فسر هذه التفاسير المقلوبة، قال المعارض: ويحتمل أن يكون هذا من الأحاديث التي وضعتها الزنادقة فدسوها في كتاب المحدثين أو في كتب المحدثين، في كتب أهل الحديث، فأين المشكلة؟ قال المعارض: ويحتمل أن يكون هذا من الأحاديث التي وضعتها الزنادقة فدسوها في كتب المحدثين. قال ابن تيمية: فيقال لهذا المعارض الأحمق، يقول ابن تيمية: فيقال لهذا المعارض الأحمق الذي تتلعب به الشياطين، أرأيتك أيها الجاهل؟ الكلام لابن تيمية، يقول: فيقال لهذا المعارض الأحمق الذي تتلعب به الشياطين، أرأيتك أيها الجاهل، إن كان الحديث من وضع الزنادقة فلما تلتمس له الوجوه والمخارج من التأويل والتفسير كأنك تصوبه وتثبته أو تثبته؟ أفلا قلت أولا إن هذا من وضع الزنادقة فتستريح وتريح من العناء والاشتغال بتفسيره؟ أفلا قلت أولا إن هذا من وضع الزنادقة فتستريح وتريح من العناء والاشتغال بتفسيره، ولا تدعي في تفسيره على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه دخل الجنة فرأى شابا من أولياء الله تعالى فقال هذا ربي، غير أنك خلطت على نفسك فوقعت في تشويش وتخليط، لا تجد لنفسك مفزعا إلا بهذه التخاليط، لا تجد لنفسك مفزعا إلا بهذه التخاليط، ولن تجدي عنك شيئا عند أهل العلم والمعرفة، وازددت به فضيحة. أقول ليس دفاعا عن المعارض، ولسنا في مقام بحث ذلك، ولكن النهج العلمي يقتضي استيعاب كل المحتملات أو أكثر المحتملات في المسألة كي يكون البحث أكثر شمولية وواقعية ودقة. وإذا كان استيعاب المسألة ومحتملاتها وتفريعاتها مرفوضا عندك وتتهم فاعله، فإذا كان كلامك صحيحا وكنت واعيا لما قلت يا تيمية، فلماذا لم تنصح نفسك قبل المعارض وتركت الجهمية المعتزلة والأشعرية والشيعة والصوفية وغيرهم، وتركت الجهمية على باطلهم وتستريح وتريح بادعاء أن ما جاءوا به من وضع الزنادقة دون الإطالة معهم في الردود الفارغة الحشوية الممتلئة تناقضات وخرافات وخزعبلات؟ المقطع الرابع، المقطع الرابع: قال وروى المعارض أيضا عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتاني ربي في أحسن صورة فقال: يا محمد، صلى الله على محمد وآل محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: لا علم لي يا رب. فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله على صدري، فتجلى لي ما بين السماء والأرض. فادعى المعارض أن هذا يحتمل، أو يحتمل أن يأتي ربي من خلقه بأحسن صورة، فادعى المعارض أن هذا يحتمل، أو يحتمل أن يأتي ربي من خلقه بأحسن صورة، فأتتني تلك الصورة وهي غير الله والله فيها مدبر. فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدري، يعني تلك الصورة التي هي من خلقه والأنامل لتلك الصورة منسوبة إلى الله، على معنى أن الخلق، أن الخلق كله لله. فيقال لهذا المعارض، فيقال لهذا المعارض: كم تدحض في بولك وترتطم فيما ليس لك به علم، كم تدحض في بولك وترتطم فيما ليس لك به علم. أقول عندي أولا وثانيا: أولا، هذه أخلاقيات ابن تيمية وأتباعه، فمن أين لكم هذا؟
ثانيا يأتي كلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد.